الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. خالد محمد موسى عمر معتقل في السجن في السعودية في سجن أبها منذ حوالي 7 سنوات. 7 سنوات ما فيش بيننا وبينه الا الاتصال، كل كان الاول اتصال كل شهر، بعد كده خلونا الاتصال كل اسبوعين، ما فيش بيننا وبينه اي شيء غير الاتصالات. زوجي محبوس قعد سنه، بالسنه الاولانيه محطوط في سجن انفرادي ما اعرفش عنه اي حاجه، بعد السنه الاولانيه اتصل عليا وقال لي هم اللي انا كنت في سجن انفرادي وفي تعذيب وكسروا له كتفه جوه التعذيب. بعد كده دخلوه ودوه في سجن ابها، من دلوقتي بقى له 7 سنين بالظبط. 7 سنين تعرض للقضاء مرتين ولم يجري عليه اي شيء، لا قضيه ولا تهمه ولا اي حاجه. خرج براءه، وبعد ما خرج براءه جدد الامن السعودي جدد اعتقاله. دلوقتي انا رحت الخارجيه كتير، رحت السفاره السعوديه الخارجيه قالت لي ان زوجك مستني الحكم. انهي حكم بعد 7 سنين يا ملك يا عبد الله؟ انهي حكم بعد 7 سنين وامراه معاها 5 ابناء شردتني وشردت عيالي، ما حدش بيعولهم الا انا، انا بشتغل وبربي عيالي. الضرر اللي لاحق على حضرتك بسبب اعتقال زوجك؟ خرب بيتي، خرب بيتي، الملك عبد الله بن عبد العزيز خرب بيتي، خرب بيتي، بيتي اتخرب، عيالي بربي 5 ابناء وبعلمهم، انا اللي بشتغل، انا الام والاب. حضرتك العائل للاسره. حضرتك العائل بتاع الاسره. انا العائل الوحيد ليهم، انا اللي بشتغل وانا اللي بربي، انا لو قعدت يوم عيالي مش هيلاقوا ياكلوا. بسبب مين؟ بسبب حكم الملك عبد الله، حكم الظالم اللي هم قعدنا فيه، حكم اللي احنا مش لاقيين له لا جوزي عليه قضيه ولا عليه تهمه عشان يقعد في 7 سنين في الحكم. 7 سنين تخلي واحده زي تشتغل على عيالها وتربي عيالها ويا عالم جوزها هيخرج امتى، مش عارفه راسي من رجلي. لا اديته حكم عشان خاطر استنى الحكم ده، مش عارفه اعمل ايه. يعني دوختني وبهدلتني 7 سنين، هتعمل فيا ايه اكتر من كده؟ السن بيكبر بيا وبتعب ومش هقدر اشتغل بعد كده، مين هيربي لي عيالي؟ انا عايز اعرف مين هيربي لي عيالي بعد كده؟ خلاص انا تعبت، تعبت وزهقت، وبقول لك يعني لو عندك دين، لو عندك دين افرج عن زوجي وعن كل المعتقلين، المعتقلين دولت هتاخد ذنبهم، والله ما هتروح فين من ربنا يوم القيامه بسبب الناس اللي في السجون دي. الاجراءات الاخيره في الخارجيه ماذا حدث؟ الخارجيه قالت لي جوزك راح القضاء مرتين ومستني المحاكمه. اني محاكمه بعد 7 سنين؟ اني هتحكم عليه ايه بعد 7 سنين؟ ما عادوا 7 سنين في السجون، هتحكم عليه بحاجه تاني بعد 7 سنين؟ في بعد 7 سنين حاجه تاني يا عبد الله ابن عبد العزيز؟ بتحملي مين مسؤوليه الظلم الواقع على زوجك؟ بحمل الملك عبد الله ابن عبد العزيز بس. لو هو ما يعرفش اللي عنده معتقلين في السجون والتانيين مداريين عليه، لا انا بقول لك دلوقتي صرخه ام بتقول لك انا ام 5 ابناء، زوجي في محطوط في المعتقل السعودي، انت لوحدك اللي تاخد ذنبه. اشتكي الى الله واقول له يا رب جيب لي حقي من الملك عبد الله بن عبد العزيز. اوعى تفتكري العمليات اللي انت بتعملها دي كده هباء سباء، لا ده العمليات اللي انت بتعملها دي بسبب دعواتنا عليك انا وابنائي. انت بتنام واحنا ما بننامشي، انت بتضحك واحنا ما بنضحكش. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي شرد عيالي وشردني وشرد وبهدل الاسره وخلاني اسيب بيتي طول النهار واخرج اشتغل عشان اربي عيالي. حسبي الله ونعم الوكيل. نفسي بيتنا يتلم، نفسي ولادي يرجع لهم ابوهم، يتمت العيال وابوهم عايش. هتعمل فيني ايه اكتر من كده؟ مش هنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. لا لنا الا الله بس. واسال الله رب العرش العظيم ان ينتقم منك، ينتقم منك ويورينا فيك ايه بسبب المعتقلين المصريين اللي في السجون، مش المصريين وبس، والسعوديين اخواتنا اللي انت رميهم في السجون. حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب، ليس لنا ملجا الا انت يا رب، يا رب. شكرا.